لو الحكاية فيها إن فيتو كل ما في الأمر أن الإخوان حتى يرقصوا الوطنيين الشرفاء حاولوا أن يؤسسوا حاجة ممكن يسموها خط الدعاء جابوا جمال عبد السطاي الإرهابي الإرهاب في قطر أو في تركيا هو وجماعة الإرهابي الإرهاب جمال عبد السطاي ومجموعة معاه وقالوا اختطفوا حق الأئمة أيامها ولا توجد نقابة في مصر تسمى خط الدعاء تدعم الإرهاب بشكل أشد بالعكس كل الأئمة وكل ممثلين يقفون موقف الرفض لكل ألوان التطرف بل رفض صريح لجماعة الإخوان وكل من ينتمي إليها وليس لدينا في الأوقاف ولا أي مؤسسة نقابة عن قبل الدعاء تدعم الإخوان وده يؤكد استباحات الكذب أيضا يقول في الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر اجتمع الإخوان تحديدا أحمد إليه وعامل الجمعة من جامعة المنوفية حاولوا ضابط الأزهر أيام الإخوان فقالوا نحن الاتحاد العالمي هم اثنين أو ثلاثة تحديدا ولا وجود لهم وهم من التنظيم الإخواني الهائل الآن الهائل أحمد إليل ومعه سلام عبد القوي ومحمد الصغير وهؤلاء الإخوان العملاء الذين باعوا دين وطنهم هم اللي يقولوا إحنا ولا يوجد حاجة اسمها اتحاد عالمي لعلماء الأزهر وأيضا ولا جمع العلماء هم ألفوا تأليفات ليشعروا أن ليهم كيانات وهم لا كيان لهم ولا قيمة لهم ولا وجود لهم وبالتأكد أن كل الكيانات دي كيانات وهمية لا وجود لها وليس قائما على قوم احتار الكذب والخيانة والتدليس وذي أعناق أعناق النصوص وتحريفها وهم على استعداد للتحالف ليس لمع شرق والغرب والله مستعدين يتحركوا مع الشياطين في سبيل مصالحهم وأمجادهم الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب دينهم ووطنهم وأهليهم وأهليهم يعني بالعكس معظم لكن الشباب المنتمى هذه الجماعة معظم واسألوا المجتمع عقل والديه قطع الرحم ولأنه هو عنده السمع والطاعة المرشد المضمن فوق الأب والأم والأخ وده بقى واجبنا كعلماء الدين نكشف زيف هؤلاء ده النهارده يحسب هو إجهادك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة لكن دول الولد فيهم مستعد يفقد أباه وأخاه وأمه في سبيل الطاعة العمياء لما يسمى بمرشد الضمير.